فما ما ذكرته عن الذي جرى في أيام والدي تغمده الله برحمته، فذلك الحال أنا أعلم به منك، وما كان له سبب إلا فتح باب السلامة لأمر ديني، وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العذاب. ومع ذلك فقد ورد في الحديث: الفتنة نائمة لعن الله مثيرها، ومن تعرض لإثارتها قاتلناه بما يخلصنا من الله تعالى وما يعضد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد وصلت وقرأتها وفهمت ما فيها، فاذهب الآن يا غرز. تطالبنا الأوامر السلطانية بإحضار جوابها. وعجبا للأشرف، يكتب إلي رسالة قاسية لا يحق أن يوجه مثلها لمثليه. فأهم بالسكوت عنه ويأبى السكوت علي. اكتب يا شرف الدين. لن يمر هذا الأمر بالسلام بعد أن بذل الأشرف لما وجد العلماء كلهم على رأي ابن عبد السلام. لا ترتاجف هكذا وكأنك مصاب بالقشعريرة. كيف وقد اتضح الزيف والكذب؟ لقد تفسخ الأمر بين العز والأشرف وقضي الأمر، فلا تخف، فليس الخطب مجرد اختلاف بين فقيه وملك، بل الأمر أكبر من ذلك بكثير، فاطمئن. أرجو السلام إلي مثل هذه الرسالة يبدأها بقول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم يتجاسر أكثر وأكثر مسفها رأيي ويختمها بقوله: وبعد ذلك نزعم أن من جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده، وكل جندي لا يخاطر بنفسه فليس بجندي. يا مولاي، قد سمعته وهو يملي رسالته على ابنه، والرجل قد جاهر بعقيدته ليقينه بصدقها، وذكر ما عليه جمهور أهل السنة، واحتج بالأدلة والبراهين، وأنت أرغمته على الرد، فاتركه لحال سبيل. أتركه؟ أنا؟ محال. هات قرطاسا واكتب ما ستحمله إليه. والآن توهمت أول ما طالعت رسالة الأشرف أنك قد تعجز عن الرد عليها، ولكني لما رأيتك مسترسلا هادرا تسوق البرهانة والبرهان وتفند مزاعم الأراذل أيقنت أنك مؤيد من الله. لم تكن يدي تلاحق كلماتك. مع ذلك فإني أتوقع الشر من الأشرف. إنها فرقات الغرز خليل، فافتح يا شرف الدين. لا عليك يا غرز، فأنت رسول وحسب. لقد أصدر بشأنك حكما أراه بالغ القسوة. سترك اللهم. أخبرنا بما أصدره في شأنك. كتب إلي بلا آت ثلاث: ألا أفتي أحدا، ألا أجتمع بأحد، ألا أبرح بيتي. يا له من حكم ظالم. أنا شديد الأسف لحملي أمرا كهذا إليك يا غرز. لا لي شروط من نعم الله الجزيلة علي. الموجعة
الموجبة للشكر لله على الدوام. وأما الفتية فقد كنت والله متبرما بها وأكرهها، وأعتقد أن المفتي على شفير جهنم، ولولا اعتقادي بأن الله أوجبها علي في هذا الزمان لما تلوثت بها. والآن فقد عذرني الحق وسقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي، ولله الحمد والمنة. أما ترك اجتماعي بالناس ولزوم البيت فما أنا في بيت الآن، إنما أنا في بستان، ومن سعادتي لزوم بيتي وتفرغي لعبادة ربي. والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئة واشتغل بعبادة الله تعالى، وهذا تسهيل من الحق وهدية من الله تعالى إلي أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. والله يا غرز لو كانت عندي لك خلعة على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة لخلعت عليك. ونحن على الفتوح. خذ هذه السجادة وصلي عليها. هل يدلني أحد على ما أفعله بهذا الرجل؟ إنه يفقدني ثوابي. إنه يرى العقوبة نعمة. إنه راض عن ربه على أي وجه صارت به الأيام. ماذا أفعل معه؟ ماذا أفعل معه؟ ماذا أفعل معه؟ والعز بن عبد السلام محظور عليه أن يزور أو يزار أو يجتمع به أحد أو يبرح حضارة. هذا قرار قد حرم الناس من خير كثير، إذ حرموا علمه وفتاواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يعد في مقدورنا ما نفعله لإنهاء هذا الوضع الشاذ البغيض؟ إن الأشرف مستبد عنيف الغضب، فهو لم ينقد للحق ولم يستمع للرأي الصالح، وقد جعل وساطتنا وجمعنا لشهادات كبار العلماء الموافقة لفتوى العز تذهب أدراج الرياح. لقد هممت بالكتابة إلى الملك الكامل، ولولا أنني تذكرت ما قاله العز فيه وأدركت أن عيون الكامل لا بد قد نقلت إليه كل الذي حدث هنا، وما أحسبه سيكون راضيا عن العز. قد هممت بما هممت به، فذكرت ما ذكرت فكفت. فما العمل؟ أنا واثق بأن الله سيجعل له مخرجا وقبل حلول العيد. مولاي السلطان الأشرف، إن الفقيه العالم الحصيري إمام المذهب الحنفي قد أقبل داخلا القلعة على ظهر حماري. الإمام الحصيري يقبل علينا؟ إنه جدير بأن ألقاه راجلا. أترى الحصيري قد جاء يتوسط لابن عبد السلام حتى يرضى عنه الأشرف؟
لقد استقر في روع الأشرف أن ابن عبد السلام هو المدافع عن الشق الكلامي في مذهب الأشعري، ومن ثم فلن يقبل وساطة من أحد. أنا خائف. أنت خائف من الظهر؟ أما رأيت كيف لم يهتز الأشرف ولم يلن رغم شهادة الفقهاء لابن عبد السلام، وما زال يراهم جميعا مخطئين. اللهم سترك. مرحبا مرحبا. عزمت عليك ألا تنزل، حسبت أننا لن نحظى ببركاتك هذا العام، فقد انقضت معظم أيام الشهر المبارك ولم تتناول الإفطار معي. لقد جاء بي هذان قبل الموعد الذي كنت سآتيك فيه. بورك فيهما، فقد دفى إلى مقري بركات رحمانية بقدومك إلينا. تفضلوا تفضلوا. ألا يذهب أحدكم فيحدث أباه بدلا من تركه وحده هكذا في الحديقة؟ أما أنكم لا تشعرون بوحدته، وقد حرم عليه الأشرف لقاء الناس. لها حاله وهو أسعد الناس بها. إنه التجلد والصبر، أما إذا تركه حتى أبناؤه سائم هذا العزل البغيض. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. صدق الله العظيم. فلا الغارس هو المنبت، ولا الحبة وحدها، ولا الماء وحده، إنما هو. نعم هو، وهو يقول: فأنبتنا به. ثم أعجز الخلق كافة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فمن بعد يجادل إذا ما سمع أن النار لا تحرق، وأن الخبز لا يشبع، وأن الماء لا يروي؟ لا أحد، إنما يجادل من لا يفقه. شرف الدين، كأنك لم ترني أبدا. وهل ترى في حضرة الحق غير الحق؟ ليتك تلتقي بالسهروردي البغدادي فتأخذ عنه رياضة التأدب والتجلي في حضرة الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخلو موضع ذرة في كونه من حضوره وتجلياته القدسية. الله أكبر الله أكبر. إنه المغرب. افطر على شقها، وهيا بنا يا ولدي نصلي. أشهد أن محمد رسول الله. عجلوا بالصلاة كما عجلتم بالفطور، ثم عودوا للطعام. مولاي الملك الأشرف، لقد جاء السلطان الكامل وصعد إلى غرفة صلاح الدين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وقد أتيت رخصته فأفطرت للإنهاك والسفر، فعد إلى ضيوفك فأفطر معهم ثم عد إلي. أنا على وضوء، ولعل بعضهم لم يفرغ من وضوئه بعد، فطمئن خاطري وحدثني بسبب تعجلك لي. ماذا فعلت بابن عبد السلام؟ لعلك أبلغت بالأمر. نعم، وقد كتبت إليه لأستوضحه حقيقة الأمر فلم يرد علي. إنما جابنا لمقالة قالها فيك. أمسك لسانك، العز لا يجبن أبدا. وما قال فيه أكثر مما قلته في نفسي لنفسي. لقد أخطأت فيما فعلت، وما كان لي أن أتنازل عن بلاد المسلمين لغيرهم. لك إن أعلنت هذا أضعت هيبة الملك. هراء،
فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابت امرأة وأخطأ عمر وهو إمام الأمة، ولم يخش أن يقال عنه: علمت امرأة وجهل الإمام. اعلم يا أخي أن الحق أكبر من كل شيء، وإن تصغرت له كبرت، فلا تجعلني ذريعة للنيل منه. سأدرك ضيوفي ثم أتيك، فعندي بخطه ما سيغير رأيك فيه. ونحن نتمثل مرسوما. أي شيء بينك وبين ابن عبد السلام؟ وهو رجل لو كان بالهند أو بأقصى الدنيا لكان ينبغي على السلطان أن يسعى لإحلاله في بلاده حتى تتم بركته عليه وعلى بلاده ويفخر به على سائر الملوك. عندي خطه باعتقاده في الفتية، وخطه أيضا في رقعة، في جواب رقعة طيرتها إليه. يقف الشيخ عليهما ويكون الحكم بيني وبينه. المسلمين وشعار الصالحين ويقين المتقين، وكل ما فيهما صحيح، ومن خالف ما فيهما وذهب إلى ما قاله الخصم من إثبات الحرف والصوت فهو حمار. اللهم إنك حق، لا تقبل إلا الحق. ونحن نستغفر الله مما جرى، ونستدرك الفارط في حق ابن عبد السلام. والله لأجعلنه أغنى العلماء. يا غرد، هذه طرقات الغرز خليل، تفتح يا شرف الدين. هذا الرجل لا يأتي بخير قط. هيا هيا. الحمد لله، الحمد لله، أظهر الله حجتك وظهر أعداءك وزادك رفعة وتمكينا. الحمد لله على كل حال. السلطان الأشرف يعتذر لك ويطلب ودك، وقد أمر بإعادتك إلى ما كنت عليه. إذن فهي العودة من جديد للجهاد الشاق يا برز، وزيادة عما سبق. أي نوع من الزيادة؟ وقد كنت أنوء بما أحمل. لقد أسنرت إليك الإمامة والخطابة في الجامع الأموي. هكذا؟ نعم هكذا. يبدو أن الأشرف يأبى إلا أن يجعلني في الموضع الذي تهب منه رياح العداوة في كل حين. وما العداوة في هذا يا مولانا؟ إنه المنبر يا غرز، المنبر ميراث العلماء والفقهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أدرك كل صاعد إليه مقدار ما حمل من أمانة لما استبقى على صداقة أحد، وخصوصا من أصحاب السلطان. لو علموا أن كلمات الحق التي تغضبهم في الدنيا هي الحجاب بينهم وبين النار في الآخرة لما أغضبتهم. فكن في كرامة الله وامنع من النار من استطعت.
وماذا نفعل يا غرز ونحن نقتدي برسول الله ونجتهد في أن نأخذهم بحجزهم لنردهم عن النار؟ لكنهم يفلتون منا. ما أحسبه سينشز عن كلمة الحق والكامل هنا فوق رأسه. أو قد جاء السلطان الكامل؟ وعقلي يدلني على أنه عنفه، ولذلك كان سريع الاستجابة بل الخضوع التام للشيخ الحصيري الذي عنفه. إذن فالكامل لم يغضب من اجتماع المسجد الذي ندد الحاضرون فيه بمصالحته للصليبيين، أو لعله لم يبلغ به. حتى وإن بلغ به فالكامل يا بني رجل أجازه العلماء كعالم، وهو يعلم أن كلمة الحق يجب أن تقال، ومن ثم فلا خوف من مغبة غضبه. نعم، وأنا على ثقة بأن الكامل كسلطان حازم قد أبلغ بكل شيء بل وبكل حرف قيل. لمثل الكامل يجب أن توسد الأمور، فهو لا يحب الإشادة إن أصاب ولا اللوم إن أخطأ، وهذه هي أسمى أخلاق الملوك. إن كل يوم يمر يزيل أثرا سيئا من الآثار التي تركها صلح أبي مع فريدريك، ويجيء بميزة تجعل هذا الصلح رغم أننا تنازلنا عن بعض البلاد وكأنه كان ضربة حظ موفقة. كيف؟ بعد أن تم توقيع هذا الصلح القصير الأجل وتوقفت المعارك بيننا وبين الصليبيين نسبيا، فماذا جد؟ ماذا جد؟ اتضح أن أبي لم يكن مبالغا في مخاوفه من الخوارزمية، فقد نجح جلال الدين الخوارزمي في الاستيلاء على خلاط بعد حصار دام 6 أشهر، ولما دخل المدينة وضع السيف في الناس وأسرف في القتل والنهب، وكان من جملة الأسرى زوجة للملك الأشرف نفسه. ولولا أننا كنا في موادعة مع الصليبيين لما تمكن الأشرف من محالفة علاء الدين قيقباد الأول سلطان سلاجقة الروم وزحفهما معا إلى خلاط. نعم، وهناك قرب أرزنجان ثأر الأشرف وحليفه لملكه وعرضه، فأوقع بالخوارزمية هزيمة ساحقة، ولم يلبث أن قتل جلال الدين الخوارزمي وتمزقت دولته. ومن جديد هامت جموع الخوارزمية في كثير من بلدان الشرق تعرض خدماتها على كل من يرغب من حكام المسلمين. وبعد توقف المغول المؤقت عن الغزو عادوا وضموا سائر ما كان بيد جلال الدين الخوارزمي من البلاد، وأصبحت الخطوة التالية لهم الآن هي محاولة أخذ بغداد نفسها. لماذا لا يسارع بنو أيوب للتحالف من جديد مع سلاجقة أسيا الصغرى للوقوف في وجه خطر المغول؟ يحول دون ذلك أن علاء الدين قيقباد يريد استغلال الموقف ويطمع في الاستيلاء على خلاط وغها وحران. ومرة أخرى ينقسم المسلمون في لحظة عودة المغول للانطلاق. نعم، فالقتال سيقع لا محالة بين بني أيوب وبين سلاجقة آسيا. ولما هو واقع لا محالة؟ لأن أبي سيبادر بتوحيد القوى الإسلامية حتى لا تجتاحنا جيوش المغول كما فعلوا بغيرنا، ومن ثم فسيبدأ بإزاحة خطر علاء الدين قيقباد. إن السياسة تجعل من حليف الأمن عدو اليوم. هكذا هي، ولو لم يكن الصلح قد وقع بين أبي والصليبيين لكنا الآن في مهب ريح. وهكذا أثبتت الأيام أن الصلح الذي أبكى الناس كان ضربة حظ موفقة. جعل الله ضربات الحظ الموفقة تسير في ركابكم يا بني أيوب. ماذا بك يا شجرة الدهر؟ لا شيء، إنما أردت أن أزف إليك التهنئة. التهنئة؟ بماذا؟ بمولودك الجديد الذي ولد لك من زوجتك التي أبقيتها بحسن كيفة. لقد أسميناه تورانشاه، اسم تركي جميل،
ولكن لماذا لم تخبرني؟ أشفقت عليك بسبب موت ولدك الوحيد، وكنت أحب أن يكون لي ولد فقد يرث ملك بني أيوب من بعدي. إنها قصة ورد المنى تعاد من جديد. ألا تعرف في أي يوم نحن يا أبتي؟ أعرف أنه يوم الجمعة يا شرف الدين. وهل نسيت أنها أولى الجمعة التي ستخطب وتؤم الناس فيها في الجامع الأموي؟ لقد أزف الوقت وأنت لم ترتدي ثيابك بعد. وما الذي لا يعجبك فيما أرتديه؟ أتعني أنك ستذهب إلى الجامع بهذا الزي؟ هذا ما أعني. ماذا؟ لما تعجب يا شرف الدين ومما؟ لأن كل من ارتقى هذا المنبر كان يرتدي الجبة السوداء والعمامة ويمسك في يده بالسيف الخشبي. يا بني، هذه مستحدثات لم يأتي بها فرض ولا سنة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويأمهم في أي ثوب كان، وقد حرص بعض من سبقونا على الزي الذي ذكرت ليعرفوا به، لكني لست ممن يعملون على تعميق هذه المبتدعات. هيا بنا لندرك الصلاة. حفظك الله وزادك توفيقا وحرصا على إرضائه. صرت الآن جدة، اسم جميل وجديد نلته بمولد تورانشاه حفيدي. كأنها القصة التي حدثت لي، فكيف تلقت شجرة الدر النبأ؟ لسنا سواء، وليست هي نفس القصة التي وقعت لك. إنها هي بحذافيرها. كنت أحب زوجات الكامل إلي، ولكنه تزوج من فتاة كردية وأنجب منها ولده العادل الثاني. كان لديك ولدك الصالح نجم الدين أيوب، بكر الكامل وقرة عيني. أما أنا فقد مات وحيدي وهو صغير، ولم أرزق بسواه، وسيكون هو الصالح في الأيام القادمة ولده تورانشا. لم أشغل نفسي لمن سيكون هواه، كنت أكتفي بأن هواي له وكفى، لعلمي أن الرجل إنما يتمسك بمن تمنحه أكثر، ولن توجد من تمنح الكامل حبا أكثر مني. أعلم هذا جيدا، وأوقن بقدرتي على ألا تنافسني فيه امرأة. ولكن ماذا إذا امتدت الحياة بعدها؟ أتجمع الدنيا على الترمل والهوان؟ لا أذكر أنني فكرت فيما سيحدث لي، بل عشت معناة بميراث ولدي منه، وكانت الأيام تؤكد لي أنه سيخص العادل رغم أنه الأصغر بجوهرة ملكه، ويدع لابني ولاية لا خطر لها. حقا، قد يوصي الكامل بخير ملكه لابن الكردية دون زوجي، وهذا لم يغب عني لحظة، وعشت معاناة به. قد جد الآن وضع جديد. نحن لا نصنع أقدارنا ولا سلطة لنا على الأيام، فلنرضى بما في الحاضر حتى لا يفسد علينا الخوف متعة اليوم. أما أنا فأرى أن الغد جنين في بطن اليوم، فإن أهملناه ولد ميتا، وإن رعيناه كما يجب فقد يكون نجيبا مرضيا. أعرف أنها لا ولن تنهج منهجي، فقد سمعتها تقول: طبيعتي أن أنال الكل أو أموت في سبيله. هذه أنا،
وإن كنت قد تزوجت بمن لن يخصه أبوه بخير ملكي، فسأعمل على أن يأخذ بهمته كل الملك وليس خيره فحسب. وإن كنت قد حرمت الولد فستعرف الدنيا إن بقيت لحظة الميراث شيئا عني، تدهش له وتتحدث عنه أبد الدهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أبوك؟ لماذا لم يعد معكم؟ إن السلاطين من بني أيوب أبوا ثلاثتهم إلا أن يذهب معهم فيجالسهم لبعض الوقت. فكيف كان يومه الأول وهو خطيب وإمام الجامع الأموي؟ سمعت عالما شيخا يحادث صاحبا له وقد قضيت الصلاة، قال: يبدو أن أيام السلف الصالح قد عادت، قد عادت بارتقاء ابن عبد السلام هذا المنبر. فكيف استقبلوه بزيه الذي خالف به من سبقوه؟ أدرك الخاصة والعامة وللوهلة الأولى أنه ما خرج عليه إلا لإبطال بدعة أوشكت أن تستقر في قلوب الناس كإحدى السنن. اللهم قدر أمكنه من أن يصبح قدوة ترضاها لدينك الحق. قد أحسست بالتورط بعدما وقعت الصلح مع الفرنجة، ثم تصاعد إحساسي فصار خطيئة في ظني، وأنا أرى المسلمين يخرجون من ديارهم مخلين لهم، فكدت أموت كمدا، لكني ويعلم الله كنت قد اجتهدت أيام اجتهاد قبل أن أوقع هذا الصلح. ووضعت نصب عيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. كان معلم البشرية الصادق يحث الناس حثا على الاجتهاد، ولم يحرم الله المجتهد الأجر حتى المخطئ، لكن هذا الأمر صدم الناس وأغمهم. كان هناك من البدائل ما هو أفضل، وما أبرئ نفسي، لكن هذا هو ما حدث. إن من يتدبر الأمر في عام كهذا يرى أن هذا الصلح قد جاء من أدهى أهل الأرض، فلولاه لكان الناس الآن في فرق عظيم بسبب تجدد غزو المغول وأطماع سلاجقة آسيا الصغرى والقوة المستجدة على الساحة والمتمثلة في أرمينيا، علاوة على الصليبيين. وقد كان رفض الصليبيين لهذا الصلح أعنف وأشد، وهم الآن يقولون إنه طعم ألقيته لهم فابتلعوه، ولكني أقول أمامكم والله سميع بصير إنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وقعت هذا الصلح، فلست بالرجل الذي يتحمل دمعة تطفر من عين امرأة مسلمة. غفر الله لي ولك. صدق القائل: ليس الشاهد كالغائب، ونحن نستغفر الله لنا ولعامة المؤمنين به. فادعو لنا أن يوفق الله خطانا. أو تحسب أن رجلا، أي رجل أوتي العلم ثم لا يدعو الله عقب كل صلاة أن يوفق ولاة أمور المسلمين؟ إن توفيقهم توفيق للكل. أوصنا إذن. أما أنت أيها السلطان فقد أوصاك علمك وإلمامك بالشريعة، ولا أحسب أن عندي فضلا عما هو عندك. وأنا؟ أما أنت فقد قلنا مقالة في حانات الخمر فأغلقتها، وقلنا مقالة في المكوس فأبطلتها، فالزم اجتهادك في أمرك لتكون حيث تحب. هل سامحت فيما سلف مني إليك؟ قد فعلت لحظة وقوعه، فإني أحب أن ألقى الله وقد عفوت عن عبيده حتى يعفو عني.
إن الله حيي كريم خلق الكرم، ومن المحال أن يطاول المخلوق الخالق. الآن أقيلت عثرتي، أقال الله عثرتك. إن هذا له غرام برمي البندق فهل هذا يجوز؟ بل يحرم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، لأنه يفقع العين ويكسر العظم، يحرم عليه. تعلم أنه بعد موت جلال الدين منكبرتي وتدمير الدولة الخوارزمية للمرة الثانية في أقل من 20 سنة، نشطت أطماع علاء الدين كيقباد سلطان قنية، وبات يهدد بلادنا بل والخلافة نفسها. إن العامة قد أصابها قلق كسلاطينها، ومن ثم فإنها لا تغفل عن أخبار كهذه. وأراني سأضطر الخروج على رأس جيشي قاصدا الأناضول لردع كيقباد، فهل تمنحنا بركاتك؟ كن مع الحق يمشي النصر في ركابك، ولن تحرم منا الدعاء. السلطان على ألا أصحبه هذه المرة. ليست المعركة بين أقوامنا وفوق أراضينا هذه المرة، إنها في الأناضول. ومن حسن طالعي أنك بقيت، فكم أنا محتاجة إليك يا مولاتي. أشعر كما لو كنت تتهرب مني هذه الأيام. أنا؟ نعم أنت. فأين تختفي؟ أنا؟ إياك وأن تتغاب أكثر. أنا أبعد عن مكاني هنا والجامع. سمعت أنك صرت أحرص الناس على الجلوس قرب حلقة درس ابن عبد السلام. هراء، لم يراني أحد أجلس إلى حلقته. بل رآك تجلس متواريا خلف سارية المسجد وراقبة، فألفاك تحرص على ألا يغيب عنك حرف واحد مما يقول. وماذا في هذا؟ أريد معرفة السر الذي سيطر ويسيطر به على الناس. فماذا وجدت؟ ألفيت نفسي أسير سماع، ولم أعد أستطيع مقاومة نفسي في التلصص على خلقتي. لا، ليس بعد ما وردتني، لا، فأنا أعرفك جيدا. تبيل مع الريح أنك تشهد. إياك وتركي في الساحة وحدي، وإلا علي وعلى من ورطني. لم يعد هناك ساحة ولا قتال، فقد أمرنا بالكف فكففنا. أيها الأحمق، كيف تستسلم بهذه السهولة؟ أما رأيت كيف ماتت الدنيا بالعز فلم يضعف؟ أفترانا نقل عنه همة وعزيمة؟ لم يعد هناك ما نفعله. أحمق، بل هناك الكثير. وفي هذه المرة ستهتز أركان أكبر بيوت السلطنة، فاصحبني وإياك من الاختفاء عني ثانية. ومجلس الدرس؟ أي درس؟ درس العز بن عبد السلام. لن تعود للاستماع إليه مرة أخرى، فقد آن أن نرد على الدرس بدرس مثله. وهذا فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد. نقول فيه وبالله التوفيق: يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبر، وباختلاف ما يفوته من المنافع والمصالح. ف
فيختلف الإثم في قطع الأعضاء وقتل النفوس وإزالة منافع الأعضاء، وذلك باختلاف الأعضاء، فليس إثم من قطع الخنصر والبنصر من الرجل كإثم من قطع الخنصر والبنصر من اليد لما فوته من منافع دينية ودنيوية، وسواء أقطع ذلك من نفسه أو من غيره، وليس من قتل فاسقا ظالما من فساق المسلمين بمثابة من قتل إماما عدلا أو حاكما مقسطا أو واليا منصفا لما فوته على المسلمين من العدل والإقساط والإنصاف. اللقاء بينك وبين أسد الدين شيركو صاحب حمص. لقد جاء على عجل متخوفا وقال لي مقالة أحسبها صادقة غاية الصدق. ماذا قال؟ قال إن الكامل متى حكم على سلاجقة الروم إذا تم له النصر عليهم في الأناضول أخذ جميع ما بأيدينا. هذا هاجس يقض ليلي منذ ليال، وقد ذهب وحده ولم يستعن بنا، وهو حقا متى حكم الأناضول وأهلها أخذ ما بأيدينا. لقد أثار مخاوفي وأيقظ قلقي. من؟ شيركو صاحب حمص أم الكامل؟ كلاهما. فماذا سنفعل؟ سنظل مكتوف الأيدي حتى نصحو ذات يوم، فإذا نحن في منفى بعيد والملك قسمة بين ولديه العادل الصغير وابن الجارية الصالح أيوب. لا، لن نمكنه من هذا. وماذا تفعل؟ لقد اتفقت مع أسد الدين شركو ومع ضيف خاتون الوصية على حلب، وأنا معكم. لكن على ما اتفقتم؟ على ثورة شاملة ضد الكامل. لكن الكامل يقود عددا ضخما من الجند، ولا قبل لنا به إن علم بكيدنا. هذا ما تحرزنا منه، ولهذا أرسلنا اليوم سرا إلى علاء الدين قيقباد نقول له نحن الأربعة معك ضد الكامل. هذا هو الرأي. فلو عاد الكامل ليخمد ثورتنا ضده لاحقه قيقباد من خلفه وتصدينا له نحن من أمامه، فنأخذ ملكه قبل أن يأخذ هو ما بأيدينا. ها قد أطلعتك على كل شيء، فالزم الصمت حتى تحين لحظة التنفيذ. متى تحين؟ سنعلن خلعه ونجيش الجيوش لنكون مع قيقباد عليه متى اشتبكوا في القتال. سأتأهب من هذه اللحظة. هذا ما سمعته بأذني، فعد إلى بلادك، فقد اشتعلت الفتنة داخل البيت الأيوبي، وتناسى الإخوة الأخوة، وأصبحنا بين قابيل وهابيل من جديد. لك فتنحى بي جانبا حتى أسمعك بها. كما تشاء يا كبير حراس القصر. يبدو أنني لن أعود إلى هذه القصور أبدا. ولما؟
وأنت ما زلت قادرا على العمل، وآل أيوب لن يتخلوا عنك؟ لم أعد أستطيع النظر إلى جدران تنضح بالدم، ولا العيش في جو مشبع بالتآمر. الخيانة فيه خانقة، والأخ يتآمر على أخيه. إن وراءك لأمرا كبيرا، وأمامك أمر أكبر. فقد تضطر بعد ما تسمعني إلى أن تخطب في الأمة لتحذرها من الخطر الذي يعد ويدبر لها. ممن؟ من الأشرف والصالح إسماعيل. أين مولانا العز بن عبد السلام؟ خيرا. مولاي السلطان الأشرف يستحلفه بالله ورسوله أن يواتيه في البلاط فورا. أهو أمر هام لهذا الحد؟ إنه في غاية الأهمية، فأيقظه إن كان نائما، أو دلني على مكانه إن كان خارج بيته. هذا ما فعله بي أخواي، قطع علي غزوة هممت أن أدعم بها ملك أهل أيوب. هانذا أعود وعلاء الدين قيقباد يعد في إثري. قد فتح من بلادنا آمن وخربوط وحران برها. إنك ما زلت تغشى حلقة العز. ما زلت؟ نعم ما زلت وسأظل. وصرت لا تستمع لنصحي في الآونة الأخيرة. بل أنت لا تستمع لنصحي، وتجري خلف سراب لن ينيلك الله منه قطرة تروي غلتك وغليلك. ستسمع وسترى، وستعرف راية من ترتفع في النهاية. أسمع منك مثل هذا منذ شهور. في هذه المرة أتحدث عن شيء قريب. ما هو؟ ستعرف في حيني. ماذا فعلت؟ أنا لم أفعل شيء. الظروف هي التي فعلت، وأدخلت الكبار هذه المرة في اللعبة وجها لوجه. الكبار؟ نعم الكبار. ومن أدرك أنت؟ ما زلت الرجل الموثوق به. هراء، فقد نبذك الأشرف. وقربني الصالح إسماعيل بأكثر مما كنت أحلم. وماذا دبرتم؟ لم تعد أسراري مباحة لك، خاصة وأنت تعصاني وتغشى حلقة العز بن عبد السلام. الوقت لا يتسع، فلو كنا ذهبنا إليه لكان أفضل. ها هو قد أقبل. مولاي السلطان يستحلفك بالله ورسوله أن توافيه في البلاط بأسرع ما تستطيع. أنا؟ ولماذا أنا بالذات؟ وما الذي غره بي إلى هذا الحد؟ ومن سيطلب غيرك وقد دخل في سكرات الموت؟ سكرات الموت؟ لقد قال عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. إنها القدس، القدس يا مولاي. هل قضيتم على كل ما يخالف الشريعة في مصر؟ هذه هي بغداد، وقد أنا لي أن أعرج عليها، ولك أن تكمل السير إلى خوارزم. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد. إنك يا رجل قد حففت اسم ابنك بعزة الله من كل جانب. العز، عز الدين، عبد العزيز، ابن عبد السلام.